السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الدكتور يزيد عيد، أخصائي الأمراض الباطنية. رح نحكي عن فيروس كورونا المستجد COVID-19. هذا الفيروس اللي انتشر مؤخرا في كل أنحاء العالم. المعروف عن هذا الفيروس أنه شديد العدوى وسريع الانتشار، وللحد من انتشار هذا الفيروس لابد من اتباع وسائل الحماية الشخصية مثل استخدام الكمامات الواقية، بالإضافة إلى المواظبة على غسل اليدين بشكل مستمر لمدة لا تقل عن 20 ثانية، مع الامتناع عن لمس الوجه أو العينين. إن الحد من انتشار هذا الفيروس هو مسؤولية مجتمعية تقع على عاتق الشعب بأكمله، لكي لا يتم إرهاق القطاع الصحي بما لا يمكن احتماله. وفي الختام نتمنى السلامة للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.